بس في ناس واعيه للكلام وفي ناس الدنيا لهياهم. اهو محمد رمضان في صفوف التلاهي، ملهي ولاهي، بتاع ملاهي بالمره. وعلى فكره دي مش اول مره. فاكرين لما محمد رمضان سخر من الفنان اسماعيل ياسين واهان افلامه اللي اتعملت زمان عن الجيش المصري؟ محمد رمضان اللي بيقول عن نفسه فنان مثقف نسي وهو بيسخر من افلام اسماعيل ياسين انه ما ينفعش تحكم على افلام اسماعيل ياسين عن الجيش بمنظور النهارده وباحكام النهارده. ولو كان محمد رمضان فنان مثقف زي ما هو بيقول كان هيعرف ان هدف اغلب هذه الافلام في الوقت ده اعاده تقديم الجيش للراي العام. وقتها النخبه المصريه المثقفه والمتعلمه قالت ان الافلام دي نجحت نجاح ساحق في تحقيق هدف عبد الناصر المعلن في تلك المرحله اللي هي مرحله بناء جيش المليون مقاتل مصري. وكان ده الهدف وقتها، ان الناس تبني علاقه جديده مع جيشها في مرحله جديده، علاقه محبه نتعلم منها ان الجيوش مش محتاجه بطل اسطوري قادر يعمل كل حاجه قد ما هي محتاجه مواطن مؤمن ببلده وشجاع. فهمت بقى يا فنان ولا لسه؟